احنا شي نهار صاحي. الله عليك الله عليك. اسمعي اسمعي اسمعي، في اثنين محششين هيك مارقين بالشارع عم لقوا بيضه، قال له واحد لرفيقه اوعى البيضه اوعى تكسرها، قال له لا شو معقول يكسرها العمى بيضه نسر هي، عم لقط الثاني قال له لا بيضه صقر هي، قال له لا بيضه نسر لا بيضه صقر. مرقت واحد محشش اكثر منهم هن اثنين، قال له حبيب والله هي بيضه نسر ولا بيضه صقر، صفن فيها هذاك الحشاش هيك، قال له انتم وين لقيتوها؟ قالوا له تحت الجسر، قال لهم هي بيضه جسر. الله عليك يا أمجد. طب والله إذا حشاش تقى العيار وراح على المستشفى شو بيكون طلع معه؟ أوفردوز. برافو عليك. بس السعدان إذا أكل موز كتير شو بيصير معه؟ شو بيصير معه؟ أوفر موز. تعال وين رح تعب؟ لك تعب نياك. اسمعي اسمعي، واحد حشاش واقف على الموقف أشر للمكرو، أبو قفلوا المكرو، قال له بديش الراكي؟ قال له بعشرة، قال له عطيني آخر واحد هنيك على اليمين. الله عليك يا وجد. الله عليك. الله يعطينا خير الطعام ولك رماح، خلينا نفكه. لك شو فكه ما فكه، هلا بيجي المعلم. لك وين المعلم؟ لك ما بيجي للصبح. هيك قلتها؟ لك هيك قلتي لك ها؟ لك والله أبو جانتي بينحب، لك والله لفكك من عيوني لك أبجانتي. على راسي على راسي يا وجهك. لا لا لك لا أتقلك لا تطوروا روقوا فكروا بالموضوع بالأول. طب خذوا رأيي بركي أنا ما بدي أنفك يا أخي، أنتوا رفقاتي ما بيهون علي حدا يعلم عليكم، طولوا بالكم ليكنا قاعدين ومبسوطين ومحلانا، خلاص روقوا. لا ما بصير يا وجهك، تعال لك تعال لك تعال لك لا خلاص إذا بدكم تفكوني بس هنيك حطوني قربوني على البحر، بطوني على هذيك العضاضة. لك تكرم عينك أبجانتي لعيوننا لعيونك يا معلم. يلا فك كان فك وليقوا قربتي خسا. أهلين أبو جانتي والله. بالمعلم هات إيدك هات إيدك هات إيدك ما عاد يديك شخصاً. يا رب يا رب الله. لك أمي قومي من عندك، شو مقعدك هون؟ تركيني عم استنى أخوك هاتي أتصل فيه. شو صار معي؟ لك أحكي خارج التغطية. شفتي؟ في شيء أكيد قلبي حاسس. خلص بقى لسه في شيء وما في شيء، بتكون بطارية موبايله خالصة. أمي نعم تقبريني، أنت تركيني لحالي. لا خلص بدي أسهر استنى. سم اسمي تعرفي رغم أقول إياه؟ يا أمي ليش شو بدك فيك؟ طلبي طلبي إلي لحكي معه. بيطلع لك والله. الو اهلين ميمي، خير شو الموضوع؟ بلا سافر؟ لوين سافر؟ ايوه ايه بتاخذي نومي؟ لا بلا خلص ما تهكري ان شاء الله الله بيرجع لك اياها. وين بده يروح يعني؟ بيرجع ما تخافي. سكرت. شوفي ما في شيء بس ابو جانتي طلع من الصبح ولهلا ما رجع، وميمي ام خالد قلقانه عليه. ايه والمعنى؟ شو المعنى؟ معنى والله ابو جانتي ما بينترك، والله ابو ضاي وخادمنا خير الله، خليني ببوس ايدك هاتي، خليني روح شوفه الله يوفقك. ايه حل حل خليني اتفرج على المسلسل. الله يخليني معك. حية من تحت التبن. والله بدي اشوفه ودي لازم اشوفه. ايوه. لك عواطف؟ شو امي؟ هي ما حسبناها. شو هي؟ اخوكي. لك شو بو؟ هرب. لك امي شو هرب ما هرب انت الثانيه؟ لوين بده يهرب يعني؟ لك عمل حاله بده يوصلها على الكراج وراح فركها هو وياها على ايطاليا مشان لا بيزا. امي ما بيعملها اخي ما بيعملها. لا جاي ستي بيعملها. قولي قولي صفيت انا وياها. قولي لها اعملها يا عواطف. يعني قولتي قولي علي قولي يا امي قولي راح ابو جاتي وزنك ما راح قولي على امتي. Yes.
طمني شو صار معك قوام احكي لي. والله شي بمخوي شي بحط العقل بالكف، انهت حيلي انا تكرسحت. نعم ما خلينا لا مستشفى لا استخاني، كل المستشفيات درسته لدراجي مشان اللي بلاقيه ما كنت لاقيه. بالله ما لقيناه، هرب مع جينا على ايطاليا. هرب مع جينيا على ايطاليا؟ شو هالحكي اللي عم تحكي؟ بالله راح على ايطاليا؟ والله روحها كلمه ما كنا نروح على هنيك. لك يخرب بيته قلب، لك ليش ما حكى انا بدي اروح على طليانيا؟ والله كل بنت هنيك بتشل القلب شلل، كنا رحنا معه. بس لا ما بظن، ما بظن على بينك شايف انه افجانتي افحل من هيك قصه. لك اذا هون ما معبر حدا من النسوان. غشيمي لك يا غشيم، هرب معه مشان ياخذ الفيزا. ها ايوه شال فيزا. هلا طيب اذا شال فيزا هو طيب خلص انا لا تحكي لي هم، انا هيك جايب لك بكره اذا بطلع انا، اذا طلعت هيك لحالي بعمل لك جوله ثانيه. الا ما بدي انا بدي اطلع جوله ثانيه. ابو ليلى هذا اخوك ابو جانتي وما لنا غيره. ولو يا خالتي ام عصام، والله انت يا ابو عصام حجر عيني قسما بالله، اذا هو ابو عيني الاولاني انت الذي يليه مباشره. والله مو ام عصام انا ما شوفي ام النور عندي القصه، انا اذا فتت بقصه ما بتركها غير لحتى احبك لك يا مضبوط. بكره بدي اعمل لي شوط ثاني. ربي وعبات دخيلك يا ابو ليلى دخيلك. ما دخيلك شو؟ خلاص عندي كل احوال، يمكن تاخرت والله لازم اروح. بدك مني شيء؟ نعم اجي. ايوه وين انا؟